بس نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم سعيد ندى اليوب قلوبيه حضرتك. ايوه يا مستر اتفضل. انا باجي هنا التحرير كتير بتفرج. لا انا وقعت النهارده حضرتك. انا بزعل من كل الاعتداءات اللي بيحصل على الشباب اللي خارجين سلميين في هذا المكان. ولكن انا بتساءل حضرتك بعد اذن حضرتك خارج الواقعه. بقول ان كبار القضاة وكبار رجال القوات المسلحة وكبار الداخلية دول معينين من قبل النظام السابق حضرتك. كبار القضاة. يعني في قضاء قالوا مين هيحاكم مين؟ اذا كان اللي في السجون نفطره هم اللي دخلنا النيابة. يبقى منين الناس اللي هم في شجن طوره هم اللي دخلنا النيابه؟ شايف ايه بقى يا حاج حضرتك؟ شايف انا شايف ايه حضرتك؟ التغيير كامل للاسف الشديد ان الثوره حينما قامت التغيير يحصل ازاي؟ عاوز التغيير يحضر ازاي؟ جميع هذه القيادات يتم تغييرها. جميع قيادات الشرطه، جميع قيادات المجلس العسكري كله. لان كل اللي قاعدين في المجلس العسكري كلهم على قرابه بزكريا عزمي وعلى قرابه بفتح سرور وقرابه بالشريف، كل اللي هم افتروا دول هم اللي معينين الناس دول، وكل واحد فيهم قال واحد فيهم عنده 70 سنه مده خدمته انتهت، هم اللي كان مدوله في الخدمه. فكان لازم الناس دي كلها تتشال وتشال. وانا عاوز ناس تيجي تغير على البلد من جديد، شباب جديد يغير على البلد، يمسك قيادات الشرطه، يمسك قيادات القضاء، يمسك قيادات المجلس العسكري، وكل ما هو يتابع للنظام السابق اللي كان بينافي النظام السابق يتم تغييره حضرتك. شكرا. عشان مصر توصل لبر الامان. شكرا. اتفضل حضرتك. حضرت واقعه الاعتداء؟ لا انا ما حضرتهاش والله. انا ما حضرتهاش. بس انا انا جيت يوم، انا خرجت يوم 28 المظاهرات. الكلام ده في الكتكات. ولما الحكومه مشيت فكرت كده الموضوع خلص. اتضح ان هو ما خلصش وكانت دي بدايته. وكانت دي بدايته. فنزلت يوم الحد اللي فات بعد اذن حضرتك. انا ما انا جاي، ما انا بقول لك، ما انا بقول لك انا جاي. لا لا انا ما نزلتش خالص. انا مغطي الاحداث دي. انا ما نزلتش خالص. انا ما نزلتش. انا بقول لك انا بحدد لك الكلام بتاعي. انا راجل لا مؤاخذه بعد احترامي ليك مش مسيس، فهتكلم على الشيء اللي انا محلله عشان احنا ولاد بلد. وهي دي بقى الكلام بتوع الناس الشعبيين اللي بيتكلموا عليها العشوائيين. انا نازل عشان اقول يا استاذ عصام يا شرف بعد اذنك انت والسيد مشير، وانا هتكلم لو مؤاخذه بالكلام البلدي، معرفش ولا ساسيس ولا مساسيسي. بعد اذنكم احنا شعب قادرين نحمي الارض اللي احنا واقفين عليها، واي مكان ننزله لو دبيناه كده هنعمل زلزال. هنعمل زلزال اي مكان هننزله بالاصول. بالاصول هناخد حقنا ورجلنا ديت لو مش صلبه عن الارض اللي احنا واقفين عليها. يا استاذ بص شكرا. المهم خلصت الموضوع عشان خاطر ربنا الناس المسؤوله دي تسمع كلام الثوار، عشان كده هم صح وهم اللي غلط. الناس المسؤولين غلط، الناس المسؤولين غلط، والناس الثوار ديت اللي صح.